الوفاة اضطراب أيام. ربيع الأول أو صفر سنة 10 للهجرة أو 11 للهجرة. لا زيار ولا مسير. أولا إخفاء واختفاء تاريخ الوفاة يشترك مع نتيجة إعفاء وإخفاء القبر. أليف الوفاة متى؟ في سنة 10 للهجرة أو 11 للهجرة، في شهر ربيع الأول أو صفر، في كل الأيام. باء عندما يختلف ويضطرب تاريخ وفاة الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم باليوم والشهر والسنة، فاعلم وتيقن أن طقوس القبور وزيارتها دخيلة على الإسلام ومخالفة للقرآن والسنة وسيرة الصحابة والأئمة والتابعين عليهم الصلاة والتسليم. جيم إن إخفاء واختفاء تاريخ وفاته عليه وعلى آله الصلاة والسلام يصب في نفس نتيجة وعرض إخفاء وإعفاء قبر أمير المؤمنين عليه السلام في كشف التدليس والاحتيال وطقوس القبور والزيارات المبتدعة. دال عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هدم القبور وكسر الصور. ثانيا الباقر عليه السلام في الثاني من ربيع الأول لسنة 10 للهجرة قبض النبي الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. عن الإمام الباقر عليه السلام قبض مضى رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو ابن 63 سنة في سنة 10 من الهجرة، فكان مقامه بمكة 40 سنة ثم نزل عليه الوحي في تمام 40 وكان بمكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة وهو ابن 53 سنة، فأقام بالمدينة 10 سنين وقبض صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول يوم الاثنين لليلتين خلتا منه. التفت أليف في سنة 10 للهجرة وليست 11 للهجرة. باء في الثاني من ربيع الأول وليس 28 من صفر. جيم هذا كلام الإمام الباقر عليه السلام، فمن أين جاءت أكذوبة 28 من صفر وطقوسها؟